لو الحكاية فيها إن فيتو يريد تحرير الجنوب الشعب يريد تحرير الجنوب الشعب يريد تحرير الجنوب اليوم أقدم رسالة شكر لكل دول الاتحاد اللي شاركت في عاصفة الحسم إنقاذ اليمن الجنوبي من أصحاب العفاش وعصابة الحوثيين. انتهكوا كل القيم الأخلاقية والإنسانية، ساعدوا في قتل الجنوب في عدن، في طالع، في شبوة، في أبين، في كل المحافظات. انتهاكات يوميا يوم بعد آخر عملوا على قتل النساء والأطفال، هجمة وحشية بربرية لا ترحم أحد. فنقدم جزيل الشكر لكل دول الاتحاد، مصر والسعودية، كل دول الخليج، باكستان والأردن والمغرب، الذي ساعدت بجيشها وقواتها وطائراتها لعاصفة الحزم لدق أوكار المعتدين على كل أبناء الشعب اليمني. فجزيل الشكر لهم من أبناء عدن، أبناء المحافظات الجنوبية كلها، ولهم خالص. فنحن اليوم في وقفة أمام جامعة الدول العربية نقدم رسالة شكر لأبناء الجنوب في عدن وكل المحافظات. شكرا.